Donc, je vais essayer de faire هكذا des petites vidéos parce que كاين اللي قالوا لي بزاف طويلة. Donc, la photo هذيك اللي حطيت زعما فرحات مهني مع مزيان، انا لقيتها مخدومة صافي، ماشي انا اللي درتها. انا ما نديرش فوتوشوب، ما ندير والو، انا نحلل الكمبيوتر تاعي ندير لا فيديو نبزعها. ما عنديش الوقت انا باش ندير كاع هذا في التمسخير ايتو، باش نضرب في الناس، باش انا ما عنديش الوقت لهذا. اوكي، هذا ما كان. ثانيا، مازال شي ناس تحيروا، قال لي كيف هذا يضرب في هذا، يضرب في هذا، يهضر على هذا. قال لي مازال ما فهمتوش، مازال ما فهمتش الايديولوجي تاعه. ولا ما تقدرش تفهمني الان. اوكي، لان كاع الخلوطه هذه كاع، اوكي، عندهم ان سول اوبجيكتيف. اوكي، ومن بعد ان شاء الله جو مبريزونتي كلش، ايتو واش قرعت ايتو. اوكي، دونك سهل هذا الشيء. دونك اليوم عندنا كما نقولوا قدامنا مشكلة كبيرة. عندك الايكونومي عيانة، عندك المرض، عندك الناس راهي قرب تطرطق. اوكي، دونك تشوفوا كاع الناس هم يستعملوا هذا، يخرجوا دائما هضروا على مثلا لي بوست اللي ما كاش دراهم فيها، ما عندهمش واش يهضروا على باك، على باسكو لي فان غلقوا، ما كاش تسريبات. هذوك اللي موالفين يعطيو لهم تسريبات، اليوم راهم في حالة، راهم في حالة. دونك انايا كي نشوف هكذا، لازم يدير لا فيديو في الوقت هذاك اللي موالف، يا زيطوط، يا هشام عبود، يا عبدو سمار، يا انيس رحماني، يا انوار مالك، يا شوشان، يا هارون، يا مراد هنا، ولفوا للشعب الجزائري يقدموا لهم حاجة. هكذا اليوم ما لقاوش هذوك لي فان، هذو مغلوقين. دي فوا يسرقوا هكذا من عند بن سديرة، ولا من عند هذاك، ولا يهضروا على رافع، ولا يهضروا على اي حاجة. اوكي، يشوفوا مثلا كاسبا يهضر على حاجة، يشدوا منه لي زيدي، يروح يطبع. اليوم ما كاش، اوكي، كلش ما كاش، كاع لي فان مغلوقين عندهم. واش راهم يحوسوا؟ يحوسوا يعاودوا ولا يجبدوا هكذا انيفان مصرف في البلاد، ومن بعد يبدا يهضر عليه، لان فاقوا لهم الشعب. خلاص انا قلت لكم، كي تهضر على لا ميزير ولا لي جينير ولا بوتفليقه ولا، الناس يعرفوا كلش هكذا. دونك انت او يستناو لي سوليسيون، الحل ماشي الحل يعني الون تير، بغى الحل اليوم. انت لي زالجيريان لازم تمثل. اوكي، لان ارى الازمات كاع فرصة الناس تقرب تكسبلوزي. دونك بغيت الحل اليوم، بغيتو اليوم. كل واحدة واش تقشي، كي تنحى هذه الكورونا يوليو كاع الطريق ماشي حراك كيما مداري، اعطيني الخدمة، اعطيني المنحة، اعطيني هذه واعطيني هذه. نوليو الى المشكلة تاعنا، لان زادت الكورونا هذه والناس ما خدمت حالة. هذو الناس هم يستغلوا الفرصة. قال لك راحوا الناس لابوس ما لقاوش دراهم. ايه، شكون اللي ما على بالوش هذه؟ انت تدير 45 دقيقة تهضر لي على لابوس. دونك الناس هذو اليوم، لان ما عندهمش مشروع اقتصادي اجتماعي باش يعاونوا الشعب، اوكي، هربوا من البلاد، ما عندهمش لا ريسبونسابيلتي. كي كانوا العصابه راهي تسربي لي دوسيي، داروا دراهم وداروا الشيعة، داروا لي فيديو. اليوم كي الصحراء ما كان والو، تشوفوا باللي ما عندهمش اي بروجي. واش يديروا لكم؟ يهضروا لكم دائما على السلبيات السلبيات، يخليوكم واحد النيفو. اوكي، كي تشوف هكذا واحد دائما يهضر نفس الشيء، ما تعياش منه. علاه راني نهضر هكذا؟ باسكو شفت لي فيديو تاعهم كاع كيف كيف يهضروا على نفس الاشياء، لان
بدا الكوميرس يروح امي حبطوا لي ريدو اوكي تشوفهم كاع خلاص ما كاش مش كاش واش يسربيو للشعب الجزائري عنده كورونا وعنده دراهم ما كاش وعنده هذا حكموه هذا خرجوه هذا ما كان مي لو بروبلام سيكو الشعب الجزائري كاع دولة حكومة جيشا كلش كلش رانا كاع الانرجي تاعنا راحت باش نشوفوا ونخسروا الوقت مع هذوك الفاشلين اوكي مام الدولة الجزائرية مام المخابرات الجزائرية اوكي راهي تحوس على شكون شرات هذه شكون شرات هذه راحت لفرنسا شرات سليبا اوكي اوليو هذوك الانرجي كاع يروحوا للمشاكل الحقيقية لانه واش راهم الان يطبخوا في العالم وانت ما على بالكش لانك كاع لي زاجون تاعك كاع الفيسبوك كاع ما حنايا هكذا سلطنا الاوضاع الاضواء على الاشياء التافهه بالصح خلينا الاشياء المهمه خليناها كوتي اوكي دونك اليوم تشوف مخابرات ما يرقدوش واش راه ساري في تونس اوكي بغاو يديروا له كو ديتا راح ديريكتومون للكوموندوس قالوا الزوج تاع الصباح قال لهم واش دور وقتكم دونك رئيس راح الزوج تاع الصباح قال له بغيت نشوف الا راكم راكدين ولا راكم لان كاين مؤامره عليا قالوا من الداخل والخارج اوكي اربعه تاع لي بي متخاصموا على تونس اليوم اربعه ودخلت مخابرات جديده كاع اوكي واش مثلا المانيا واش عندها في تونس المخابرات الالمانيه دخلت في اللعب في اللعب على بالنا فرنسا على بالنا السعوديه على بالنا الامارات وعلى بالنا سميتو قطر قطر راهي تشتغل مع تركيا دونك عندك احزاب داخل احزاب داخل كل واحد يتبع بلاد دونك حنايا لازم نتعلموا من بلدان اخرى هذا فقط في السياسه ياك مي دايرين سياسه تونس معروفه لا ليبرتي ديكسبرسيون ايتو بصح شوف واش داروا لها ما تقدرش تبوجي ديرك لان كل حزب موالي الى مجموعه معينه كما نقولوا عيناني للعلن السعوديه الامارات قطر مع تركيا وفرنسا وحنايا ما راناش نلعبوا الدور تما بيان سور جو الامريكان تو هذيك حاجه واحده اخرى اليوم جات المانيا اوكي دونك الناس عم تلعب راه تلعب في السياسه في الموندو تي كاع بصح نشوفوا واش راه صاري في الحديقه تاعنا الحديقه راهي مرونه دونك كي هدرتكم على لازواد مثلا ما على باليش الناس اللي تتبع كيما نقولوا لي زانفورماسيون انترناسيونال اللي تصب في فائده الجزائر اللي تصب في فائده الجزائر النيجر اليوم امحطو لو كونديدا تاع لا بريزيدونس واحد من الازواد في النيجر دونك تشوفوا السياسه يقولوا مثلا رانا محكورين النيجر الى ديسيدي تعطي لا بريزيدونس هو لي كونديدا دونك هذوك الناس اللي يخمو مثلا على تقسيم لازاوال الى مثلا هذا ولا بريزيدون في النيجر ما يخممش يدي الفاغاردي لازاوال تاعو للنيجر دونك كان اشياء الواحد لازم يتبعهم يصبوا في مصلحه الجزائر الى هذوك نحاوم المشروع هذاك تاع تقسيم الازاوال دونك يبقى مالي وبقى الجزائر دونك اليوم
الناس اللي راهي تجيبكم هذا الحركة الوطنية لتحرير الأزاود، باش تقول لي انت لتحرير صافي هناك مستعمر. ثم كان أول مرة الحركة الوطنية للأزاود ستان بارتي نورماليتو، اليوم لتحرير. علاه؟ لأن فرحات مهنياوي يدور في فرنسا يقول لك الجيري ستون بوليس كولونيال. اليوم الناس لازم تتفطن. دونك واش صرا في ليستوار تاعنا ما نقدروش نبدلوه، ما نقدرش انا ناخذ كيما سميتو الماشينه هذيك تاع اينشتاين نولي للنور، ما نقدرش. اوكي، الفتوحات الاسلاميه، لي تركي اللي جاوا، لي فرونسي اللي جاوا، لي غاربونيك، هذيك لي غاربونيك تاع الرومان واللي قر تاع القر، ما نقدرش انا نولي نمحي هذيك الاسطوار هذيك. جازت ياك هكذا. اليوم عندنا الشعب خرج من 62، من 62 الناس اللي قال لك دي فوا تولي ولا اللي استواريتو، لا وليت الاسطوار باش نفهم شي ناس. هناك اشياء حصلت في الاسطوار تاعنا قبل الجزائر وبعد الجزائر، اوكي، اللي راهم اليوم يديروا الكتابات ايتو هما سيدي فرونسي اللي يكتبوا لك يقولوا لك ما كاش حاجه اسمها الجيري. اوكي، الجيري انت ما تشوفش فقط الاسم هذا الجيريا، هناك شعب، هناك ارض، هناك ثقافه، هناك ديانات. دونك هذو كاع يدخلوا في مصب الشعب تاعنا، لا كولتور تاعنا، ممسي الاسم هذاك، الاسم هذاك جديد. مي سافوريان دير، سافوريان دير. دونك انا جدودي واحد جدودو والاخر جدودو ياك موجودين، كاين الجيري ولا ما كاش الجيري، جدودنا كاينين. دونك هذاك اللي شفت واحد لا فيديو، واحد ليكريفان فرونسي يهضر يقدم توضيحات للناس الجزائريين يصفقوا ايتو. اوكي، يقولوا لهم ما كاش الحاجه سمدها لالجيريتو، ما سقسى حتى واحد في لا كونفيرونس هذه. يقولوا سافوريان دير الاسم، اليوم عندنا اسم اسمه لالجيري نبدلوا له الاسم نولي حاجه واحده اخرى، مي لي برينسيپ ولا كولتور والثقافه ولا كلش كاين افون ولا لا قبل ما تجي فرنسا كنا واجدين، كنا شعب. دونك هما بصح لقاو دي جون دي الجيريان يشفقوا لهم يقولوا لهم عندكم الحق ما كاش حاجه اسمها الجيري. اوكي، اي ما كاش، اي بصح حنا عندنا استوار، عندنا ثقافه، عندنا دخلوا كاع الاستعمار عندنا ايتو. دونك كاين شعب موجود ثم، اذا كاين حروب صافي هناك مقاوم كي دخل المستعمر، هناك مقاوم صافي، كاين شي ناس ساكنين ثم ولا لا كاين ارض هذيك كاع سما نسميوها الجيري ولا نوميدي ولا اي شيء لي موراس ولا موجوده في الاستوار ما تقدرش تمحيها. دونك الناس هذو اللي راهم يجريو يقول لك واش صرا مثلا، نو سولمون راهم يغذيو الناس على لا بيريود لا ديسيني نوار، راهم يوليو للور واش صرا الكريم واش. اوكي، مليح واحد يعرف واش صرا الكريم عبان بيطا، كل واحد هذو كاع الناس لازم نعرفوا واش صرا بهم. بصح ما نقدرش نغير اي حاجه، واش ندير لافونير تاعنا ما نجمش نطيحو في نفس لي بيتيز. اللي يعرفوا يستفادوا من التاريخ تاعهم، ما نجمش نديروا نفس الاخطاء. والاخطاء هذه كان شي وناس دخلونا من بكري، دخل بيني وبين خويا منشر حتى وين نقتل خويا ولا ناخذ له الحق تاعه ولا اي حاجه. دونك اليوم ميم سي صرات هذه الاشياء، دونك حنا نتعلموا، رانا في 2020 ما لازمش نطيحوا في نفس الفخ. الناس زادت اليوم راهي 15 سنه وراك تهضر على لا ديسيني نوار، وراك تهضر على اشياء، اي واش داك تما
انت راك جون، خمم تروح تقرا، تروح ديفلوبي البي تاعك اليوم اليوم. طيب 15 دقيقة ديجا اليوم. الناس طلعت للمريخ، هناك حرب على المريخ. اوكي درك نديرها في لا فيديو واحدة اخرى، سمحوا لي.